كيف نقرأ اليوم هذا التصعيد من قبل جيش الاحتلال قبل زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان من ناحية، ومن ناحية أخرى قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي؟ إذن هذا تحدي على ما يبدو من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرغبة الولايات المتحدة في خفض التصعيد. تحياتي لك أستاذة ديمة ولضيفك في الأستاذ الدكتور حامد. يعني أعتقد أنه هذه الليلة وحتى هذا اليوم في بيروت ومعظم مناطق لبنان، سواء من البقاع أو شرق لبنان وجنوب لبنان والضاحية الجنوبية، كانت مشتعلة جدا. عمليا الولايات المتحدة التي كانت دائما تحاول طرح حلول سياسية أو دبلوماسية لم تكن جادة فيها، ولذلك كل هذه المحاولات فشلت، وهي تبعت الآن المبعوث الرئاسي أموس هوكستاين إلى بيروت لبحث سبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في فرصة أخيرة تعتبرها قبل الانتخابات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي لم يتبقى عليها سوى تقريبا أسبوعين. الإدارة الأمريكية تدرك أن الحرب في لبنان تشكل تحدي عسكري أشد صعوبة لإسرائيل من حربها ضد حماس في غزة، لأنه الجغرافية في على أرض لبنان مختلفة كليا عن جغرافية قطاع غزة. ولكن عمليا رئيس مجلس النواب الأمريكي نبيه بري استبق زيارة هوكستاين بالقول أنه مفوض من قبل حزب الله منذ عام 2006 للموافقة على قرار 1701 الذي يتمسك به اللبنانيون. بري يقول أنه أيضا لديه خطة لإنقاذ لبنان يجري الإعداد لها، ولكن لم يكشف عنها، لأنه كما تعلمين الآن الولايات المتحدة في مأزق صعب لحول تجنب مساعي اندلاع مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وإيران. هذا مهم الموضوع، يعني ربما هذه المواجهة المفتوحة قد تنجر إليها الولايات المتحدة، ولكن في الوقت الذي تعمل فيه على تسليح وإمداد إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة ومن غطاء سياسي ومن غطاء دبلوماسي، ولكن أيضا تشتعل المنطقة في لبنان وفي قطاع غزة وتوقع المزيد من الضحايا، ولا أحد يتحدث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وحتى في لبنان ربما هذا من باب الضغط على اللبنانيين بأنه يجب عليهم حل الموضوع، ولكن المسألة متروكة لإسرائيل لتفعل ما تشاء. يعني عمليا على ما يبدو أنه طريق الدبلوماسي مسدود في لبنان كما هو الحال في قطاع غزة.